اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبرنامجكم اما بعد في برنامج اما بعد اليوم هيكون عندنا موضوعات في غايه الاهميه وعندنا موضوعات ثقافيه وموضوع سياسي بيشغل العالم كله وهو داعش بالتاكيد لكن اسمحوا لي قبل اي شيء ان ارحب بزميلتي فاطمه السرد مساء الخير طارق مساء الخير مشاهدينا الكرام اهلا بكم على مدى ساعتين هنناقش معاكم الاوضاع في الشرق الاوسط والزياره الامريكيه للمنطقه زياره وزير الخارجيه ووزير الدفاع الامريكي الى المنطقه والاعلان عن تحالف دولي ضد داعش وكما أشار طارق موقف مصر من هذا التحالف، احنا موقف مصر هو الموضوع هي مصر هتشارك هي مصر شاركت في المؤتمر مع 11 دولة يعني عربية ووافقوا على الخطة الأمريكية لإضعاف قوة داعش وتمهيدا لإزالتها ولكن نوع المشاركة هو اللي لسه يعني لم يحسم ولم يتم التطرق اليه او معرفته بشكل واضح لم يعلن لم يعلن, لم يعلن بشكل واضح ولكن هناك بعض التصريحات المنسوبه لوزير الخارجيه في بعض المواقع الالكترونيه والصحفيه مش هنعتمد عليها كثيرا لكن هنتكلم على ان مصر لم يكن امامها الا ان هي تشارك لان كما يقول البعض المحللين السياسيين موضوع الحرب على داعش ده ربما يغير وجه المنطقه العربيه بالكامل <applause> اذا موضوع مشاركه مصر كان بين مؤيد ومعارض بالطبع هناك من يرى بان دخول مصر في حرب ضد داعش سيكون توريط لمصر والبعض الاخر يرى بانه لن يكون هناك مشاركه مصريه عسكريه بمعنى دخول جيش بري مصري على اعتبار ان القوات المصريه هي القوات البشريه البريه العسكريه المدربه في المنطقه والتي هناك اختلاف حول الاستراتيجيه العسكريه حتى الان في محاربه داعش، هل ستكون من خلال حرب بريه ام ستكتفي بحرب جويه؟ وان كانت حتى الان الاغارات الجويه الامريكيه لم تاتي بنتيجه قويه ولم يعلن عن استراتيجيه عسكريه واضحه حتى الان لم يتم صحيح استشارة مجلس الأمن هناك أسئلة حول الموقف الروسي هل موقف الروسي الداعم لحكم بشار الأسد هل كيف سيكون موقف الصين في مجلس الأمن صحيح. أيضا الموافق للموقف الروسي شكل المشاركة المصرية مشاركة مصر تعاني من الإرهاب في الداخل ومعنى مشاركتها في حرب ضد الإرهاب في المنطقة ما الذي سيعنيه ذلك فيما يتعلق بالإرهاب موقع الداخلي الذي تعاني منه مصر خلينا نقول يا فاطمة أنه في تساؤلات كثيرة لدى المحللين السياسيين حول جوهر وحقيقة وأهداف هذه الحرب لا كما أعلنها أوباما ولكن كما يراها هؤلاء المحللين واللي هم بيروا فيها ان هي مش هدفها ضرب تنظيم داعش والقضاء عليه ولكن البعض قال ده الهدف السيطره على داعش وتوجيهه الى الوجهه اللي كان مخصص ليها في البدايه وهي اسقاط نظام بشار الاسد، البعض قال لا الهدف من وراء ذلك هو فرض الهيمنه والسيطره الامريكيه على المنطقه كامله، واعاده ترتيب الاوضاع بعد ما امريكا يعني هي دائما تعيش في متواليه متواليه يعني دعم المعارضين المسلحين او لو شئت الارهابيين، ثم لتنفيذ اهداف محدده ثم تدخل معهم في صدام ثم تزحهم جانبا وكانها تخرج يعني العفريت من العلبه ثم تعيده الى مكانه لتحقيق مصالحها. هناك اشياء كثيره لابد من الاجابه عليها حول اصلا كيف ظهر هذا التنظيم ومدى قوته وتسليحه وتمويله، تمويل اليومي ده يحتاج الى ملايين الدولارات، من الذي يمول هذا التنظيم من فترات طويله؟ الموقف الافضل لمصر ان تتخذه، كل هذه الاسئله وغيرها يعني هنحاول نحاول ان احنا نجاوب عليها من خلال ضيوفنا الاجلاء يعني اذا كان خبراء عسكريين او سفراء في السلك الدبلوماسي يعني لاستكشاف كل جوانب المشهد الغامض لان دي البعض تصور ان دي ممكن تكون بدايه حرب عالميه ثالثه ايضا يعني اشارتك الى تقسيم المنطقه او اعاده تقسيم المنطقه مره اخرى هو هدف معلن للولايات المتحده ولكن كيف سيتم ذلك الولايات الوزير الخارجيه دعا السعوديه والاردن ومصر للمشاركه في هذا التحالف هذه الدول يعني ربما السعوديه والاردن مهددين مهددين بشكل او اخر بداعش مصر كيف سيكون موقفها هناك اشارات الى ان مصر ستتدخل بشكل معلوماتي واستخباراتي هذا ممكن ان مصر يمكن ان تستفيد ان هناك مفاوضات يمكن ان تحصل مصر على مزايا من التدخل في هذا التحالف يعني الجديد برضو ان لبنان يعني لم تدعى رغم ان إيران ايران تم استبعادها اه. لبنان المغرب لم اه. يعني لم تدعى. لبنان مستهدفه بشكل مباشر وتعاني صحيح. ب... ب... صحيح. من هجمات من صحيح. داعش اه. ف... والنظام السوري لم يدعى بالطبع اه. يعني هو مستهدف مصر ايضا يعني هناك سؤال مهم مصر وحصارها من جماعات تدعي الاسلام وتمارس الارهاب حصارها عن طريق فتح جبهات في سوريا والعراق وليبيا والسودان هل المطلوب ايضا حصار مصر بهذا الـ الـ يعني الارهاب الداعشي وجماعات العنف يعني المسلحه هل هي اسئله هل بالضروره ان تدخل مصر في حرب في ظل الاوضاع الداخليه طيب اذا كانت تتجه الى حمايه الجبهه الشرقيه فماذا عن الجبهه الغربيه وليبيا والوضع وال... ويجي... في ليبيا صحيح. بالقطع صحيح. والسودان أسئلة, أسئلة كثيرة جدا وغامضة ومريبة والوضع كله يحتاج فعلا إلى قراءة جيدة وتحليل للموقف السياسي م. مع ضيوفنا وعندنا أيضا فقرة ثانية ثقافية ننتقل إلى السينما ومهرجان الإسكندرية الدولي في دورات الثلاثين هذه الدورة التي تم تسميتها باسم الفنان نور الشريف. هذه الدورة ربما هي رسالة إلى إلى الأمن المصري إلى إلى الأمن والاستقرار المصري في الأونة الأخيرة رسالة إلى العالم شاركت 24 دورة قدموا 134 فيلم آه هذه المشاركات سيتم آه مع ضفنا آه آه مناقشة المشاركات تم تكريم اسم الراحل الكبير يوسف شاهين آه باعتباره من مواليد الإسكندرية أهم م. مخرج في الإسكندرية أهم مخرج مصري آه تم تكريم شارلي شابلين برضو آه في آه هذا آه المهرجان. إحنا في المهرجان ده هنناقش أوضاع السينما المصرية هنناقش بشكل خاص مسيرة النجم نور الشريف في السينما والدراما باعتبار إنه من أهم النجوم المصريين ودلالة تكريمه مع تكريم أيضا الفنان محمود ياسين الفنانة نادية الجندي والنجم محمد منير في هذا المهرجان صحيح السينما تظل هي فعلا ملهمة للشعوب واستمرار الفن بيحمل مش بس رساله استقرار وامن وازدهار سياحي بتحمل تاكيد على هويه مصر الثقافيه والفنيه لان مصر يعني عرفت السينما في توقيت قريب جدا من توقيت اكتشاف هذا الفن يعني في بعدها بفتره قصيره جدا كان عندنا سينما في مصر يمكن من اوائل الدول اللي كان عندها افلام سينمائيه وقدمنا تاريخ عريض من الاعمال الرائعه. الفن دوت تعرض لنكسات كثيره ولكن استمراره ضروره ضروره حياتيه للمواطن لانه الفن الاسرع والاقرب للجمهور المسرح قد يكون مكلف ويتطلب يعني مصاريف وجهد وتوقيت محدد لكن السينما بتقدم خمس حفلات وبتقدم عالم مجتمع والفن السابع كما يقولون يعني بتكتمل فيه الصوره السينمائيه بتكتمل العناصر كلها من تمثيل وموسيقى وديكور واخراج وسينوغرافيا وغيرها وبتنقلك الى عالم سحري اخر يعني يعني انت بتنتقلي مع الفيلم السينمائي من واقع احيانا كثير ناس كثير تهرب من واقعها المؤلم الى عالم السينما حتى تشعر بالتوازن وهي تمثل اذا مش بس متعه ولكن علاج علاج نفسي احيانا لانه الانسان اذا شعر انه الافق مسدود يعني بتكون في هذا هذا التوقيت يعني او في هذه المشاعر بيبقى صعب عليه جدا ان هو يتحملها انا سعيد جدا بتكريم الفنان نور الشريف لانه قيمه سينمائيه كبيره جدا وفنان اعطى للسينما الكثير ويكفي انه فنان صاحب موقف ولما قدم فيلم ناجي العلي تعرض لاضطهاد كبير جدا ومحاربه لان الفيلم كان بيحمل وجهه نظر سياسيه لكن هو لم يخشى شيء وايضا قدم بعد كده افلام من انتاجه وخسر خسر فلوس وده يعني دعوه لكل السينمائيين والمخرجين مش ان هم يخسروا الفنانين يعني لا ان هم لازم يشاركوا في النهوض بصناعه السينما باموالهم ايضا هم كسبوا من السينما عليهم ان هم لما السينما تتعرض لنكسه ان هم يحاولوا انهم هم ينتجوا علشان يقوموا هذا الفن من جديد لانه كان بيدخل ذهب لمصر كان بعد القطن كان فن السينما كان بعد القطن بيدخل دخل قومي لمصر يعني انا اتمنى ان الدوله كمان يا فاطمه تتدخل في الانتاج السينمائي لانه لا يمكن ان احنا نترك هذا المجال للمنتج الخاص، هيبقى عينه على الشباك فقط، هيبقى عينه على انه يبقى فيه يعني مشهيات للمشاهد علشان يجيب المشاهد ويضمن الفلوس اللي صرفها، لكن لما الدوله تنتج، لما قطاع الانتاج ينتج، لما يبقى فيه انتاج سينمائي كلاسيكيات السينما المصريه العظيمه، اي فيلم عظيم، تذكري اي فيلم هتلاقيه من انتاج الدوله. وخصوصا في فتره الستينات وما بعدها. يعني اذا لابد ان الدولة تعود للإنتاج السينمائي القيم اللي هيعود برضه بالربح المادي لأن الناس منتظرة بقى أفلام بحق حقيقي يعني تعبت حتى من الأفلام الفشار ديت يعني, صحيح؟ يعني آه أنت بتطرح مشكلات السينما المصرية دايماً لما بيجي مهرجان بنناقش فيه شجون ومشكلات السينما بتبقى برضو محور لأهم الأفلام اللي انتجت هذا العام المشاركة في المهرجانات الدولية برضو بتتطلب مستوى معين من الأفلام المشاركة المصرية والحسن الحظ أن مسألة الإنتاج دلوقتي بقت مسألة أسهل الإنتاج السينمائي والأدوات اسهل من حيث التكلفه من حيث الانتاج الافلام المستقله آه. 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 لكن بالنسبه آه. للافلام المكلفه طبعا آه دي مساله آه بقت بعيده شويه او محتاجه اعاده نظر من الدوله آه ويعني ونكون نربط بين الفقره الاولى والفقره الثانيه ان الفن هو علاج للتطرف علاج للارهاب وجود هذا يعني مهرجان بس دولي بس اي نوع من الفن هو ده الـ يعني الفن الجيد الحقيقي اللي بيحمل رساله اللي بيأثر فيكي اللي بيدفعك للتفكير هو ده اللي ممكن يبقى حائط صد فعلا ضد الافكار الظلاميه ويبقى فن تنويري يعني يعني افلام زي افلام الراحل يوسف شاهين اللي بيكرم زي افلام النجم نور الشريف زي افلام صلاح ابو سيف زي افلام عاطف الطيب زي غيرهم وغيرهم من يعني قمم السينما المصريه كانت فعلا صاغت وجداننا كلنا كلنا, كلنا يعني بالنسبة للجهات, للجهات المتطرفة لم تكن تذهب الى السينما لم تكن يعني بل لم تكن تشاهد التلفزيون ايضا كان هناك عالم خاص بهم وفي اقتراحات امريكية بتقديم يعني في على داعش برضو على انها هتعالج التطرف في المنطقة من خلال علم الافكار لان التطرف فكرة وتفكيك هذه الافكار سوف يحل المشكله المتناميه في الشرق الاوسط وفكره التطرف نفسها والافكار التي تغذي التطرف يعني موضوع كبير جدا صحيح لابد ان يكون للفن دور فيه صحيح آه بس انا انا مختلف معاكي في حته صغيره بس انه يعني الافلام الجيده لو الشاب وهو في تفتحه شافها في قصور الثقافة السينمائية في دور السينما بأسعار مخفضة دي بتقييم تقييم أنه حتى يندرج أو ينضم لهذه الجماعات الإرهابية مع منظومة كاملة طبعا من التعليم المتطور والثقافة إحنا, إحنا بس هستأذنك يا فاطمة أن إحنا هنطلع للأدان أدان العشاء وبعدين نبدأ أول فقرة مع داعش, داعش.